معنا مشكور الدكتور عبد الخالق رمضاني الأخصائي في التغذية وفي الحمية بالدار البيضاء. دكتور رمضاني صباح الخير ومرحبا بك معنا وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. مرحبا، تحية لك، تحية للطاقم المجموع، تحية لجميع المستمعات والمستمعين. موضوعنا اليوم دكتور رمضاني هو التسمم عند الأطفال خصوصا في هذه الفترة الصيفية، يعني العطلة، الأطفال يعني كيكون هناك إقبال على الفاست فود أو لا، يعني الإنسان كيكون في عطلة كيكون مع الوالدين ديالهم، كيكونوا خارجين كيبغيو شي حاجة، يبغيو حلويات، يبغيو لي كلاص، يبغيو مثلا ياكلوا على برا. هذه هي يعني العطله اللي كنعرفوا يعني الانسان كيبغي يستمتع بالوقت ديالو، لكن للاسف الشديد ان بعض يعني الاطفال ممكن انهم يتعرضوا للتسمم خلال هذه التغذيه اللي ربما يقتنيوا على برا، واللي ممكن حتى الا تحضرت في المنزل ولا كانت ما محفوظاش بطريقه، يعني ما تمش الحفظ ديالها بطريقه اللي هي صحيحه وسليمة دكتور رمضاني خصوصا في هذه الفترة ديال الصيف. هي فعلا تسممات كثيرة في الصيف وأكثر كتكثر في الصيف، واللي نبغي نشير له كذلك هو أن التسممات باش نعطيوها الأهمية ديالها راه في بعض الأحيان كتقدر تكون مميتة. تماما، يعني باش ماشي سهلة زعما. نعم، يعني ما ناخذوهاش راه غير تسمم غذائي بسيط. دائما كنستحضروا على انه كاين الاحتمال ولو انه ماشي نادر، يعني ما كثيرش بزاف، يعني كاين احصائيات في هذا الباب على مستوى الشارع على المستوى المغربي وكذلك على مستوى العالم. نعم، احصائيات خصوصا انها كترتفع، يعني اسمح لي دكتور ان هناك يعني حالات تسمم غذائي اللي كترتفع في الصيف خصوصا عند الاطفال وعند المسنين هما الاكثر تعرضا لهذا التسمم. بطبيعة الحال التسمم الغذائي بطبيعة الحال بعدا نفصلوه اشنو كيقدروا يكونوا المسببات ديال، يعني بعض المرات كيكونوا بعض الجرثومات بكتيريات مثلا وبعض بوفيليات اخرى، في بعض الاحيان كيقدروا يكونوا بعض السموم المتواجدة، وهنا كذلك راه حتى في بعض الاحيان كتقدر تكون بعض السموم اللي حاضرة في بعض التغذية. وهنا نعطيو امثله كما ذكرتي في فصل الصيف، فصل الصيف باش معروف بارتفاع درجه ديال الحراره. نعم، وكما كنعرفوا الحراره، الماء، وحضور ديال مكونات غذائيه. نعم، بالنسبه للجرثومات يعني كيولي واحد الوسط رائع ومهيئ. نعم، مهيئ مناسب باش تكاثر لينا جميع هاد الجرثومات، وكذلك باش توالد وتكاثر وتنتج هاد كاع هاد السموم. وهذا الشيء علاش كنلاحظوا على ان الارتفاع ديال الحده وديال النسبه ديال التسممات الغذائيه كترتفع، وفي بعض الاحيان كما ذكرتي نقدروا حنا نقتنيوها. مثلا مشينا شرينا شي حاجه، شرينا شي ساندويتش، شرينا شي كلاص، مرات كنساو ان راه حتى كلاص واخا حتى هي راه حتى هي ممكن. نعم حتى هي ممكن، لانه كاين هنايا ديك داك لو سيركوي داك ديال البرد، يعني خاصنا نحترموه. يعني بعض المرات كيقدر شي واحد كيبيع مثلا الثلج مثلا في البحر مثلا، نعم، داير هذيك الصنيديقه ديالو وهو كيدير ديك الجوله ديالو، الحراره مرتفعه، هذوك لي كلاص عنده كيدوبوا، ملي كيدوبوا بطبيعه الحال كترتفع نسبيه الحراره ديالهم. نعم، كيقدروا يتعرضوا للتعفنات، كيمشي كيحطوا كيرجعهم كيعاود يجمدهم وكيعاود يبيعهم. للاسف حتى هنا راه كاينه الحاله ديال التسممات، ولكن الحاله ديال التسممات كتكون كثيره ملي كيكون وسط مثلا داو مثلا بالكفته مثلا باللحم، حيت هما اللحوم المسخه ديالو هما الاولين في هذه التسممات. نعم، مثلا خدينا شويه ديال الكفته، حنا كعائله وقلنا راه نمشيو مثلا حتى للبحر ونشويوها، مثلا وجدناها وهي الكفته ملي كتخرم في وسط الماكينه، يعني واحد ديك بعض الخلايا كتخرب، وكذلك واحد الانزيمات كتفرز، كتولي واحد الوسط رائع باش حيت الطرف ديال اللحم مثلا يكون محطوط، راه كيكون فيه واحد النسبه ديال الجرثومات عادي. نعم، ولكن ما حدنا كنخليه وما حد ديك الجرثومات الضاره كتكاثر نعم،
وملي كتكون الكفته فهاد الوسط الكفته هو وسط مناسب كما قلنا قبيله. وبالتالي يعني هاد التكاثر ديال هاد الرسومات هادي كيولي كثير بزاف. الشيء اللي كنديوها معنا حتى للبحر. الحراره مرتفعه. مرتفعه نعم. السوائل حاضره. بحكم على ان احنا عندنا كفته يعني كنلاحظوها ربما حتى اللون المذاق ديالها حتى هو كيتغير. كنتناولوها كنقدروا نتعرضوا لحاله ديال التسمم. يعني الحاله ديال التسمم يعني تقدر تكون عندها علاقه مع هذاك الماده اللي حنايا كنتناولوها. بطبيعه الحال بلا ما ننساو لانه راه كاين في بعض الحالات كتكون عندها علاقه حتى مع الاناء اللي حنا غنوجدوا فيه. وهنا بطبيعه الحال علاش كنركزوا في النظافه. بغيتي تقصد دكتور؟ النظافة. النظافة مهمة. النظافة مهمة. هادشي علاش كنلاحظوا على ان حتى النشاط ديال المراقبين ديال النظافة ديال الشرطة الإدارية مثلا كتكاثر ولا كتزاد الوتيرة ديالها في فصل الصيف. علاش؟ لأن هنا كتزاد الأهمية ديال النظافة. وملي كنقول حيت راه كاين بعض الأمراض اللي كتكون منقولة كذلك ولا بعض التسممات وهذه مسألة اللي كنساوها منقولة عن طريق الإنسان. الإنسان نعم. وبالتالي راه حتى ذاك الإنسان اللي كيوجد لنا وكيعطينا هذاك الشيء حتى هو يعني راه كاين واحد المجموعة من المؤثرات اللي خاصنا ناخذوها بعين الاعتبار. ومثلا فاش كنلقاو بعض المرات مثلا واحد الكروسه مثلا محطوطين فيها حويجات مثلا كتاب واحد الكميه كثيره تحت اشعه ديال الشمس والواحد المده زمنيه كبيره شحال الماء ديك المده الزمنيه زادت ولا طوالت شحال الماء الاحتماليه ديال ان احنا نعرضوا الناس للتسمم كتزاد. نعم يعني التسممات نعم حتى احترام شروط النظافة يعني تهي خاصة تخد بعين الاعتبار يعني لأن تماما كما ذكرتي هاد الوتيرة كترتفع ديال التسممات خلال فصل الصيف لأن كترتفع كذلك وتيرة تناول الأكل خارج البيت يعني محلات ولا العربات اللي ذكرتي أو غيرها. ولكن للأسف أن كنلاحظوا أن الناس كيشوفوا بأن شروط السلامة وشروط النظافة ربما كاين فيها واحد الشك كيبان لك ولكن كيكون اقبال للاسف الشديد على هاد بحال هاد المأكولات. للاسف كيف ما ذكرتي فنبداو على الاقل يعني احنا نلاحظوا واش كاين المعايير. المعايير اول معيار اللي نشوفوه هو ديال النظافه. النظافه نعم. يعني راه كاين معايير خارجيه مؤثره وكتبان يعني مؤشرات مبركه. ثاني حاجه كاين واش زعما كاين فين محميه هذيك المسائل اللي حنا غادي نتناولوها. واش كاين تبريد نعم. يعني واش كاين مثلا الثلاجه ولا اللي محفظه فيها هاد المواد هادي. وهنايا التبريد كما كنعرفوا هو واحد شرط من الشروط ديال المحافظه على الوجبات وعلى الماكله ديالنا ونحافظوا عليها باش ما تتعرضش للتسممات وبالتالي تسممنا. بطبيعه الحال بلا ما ننساو كذلك راه حيت كاين بعض المكونات ولا بعض الطرق ديال التحضير كذلك اللي كتقدر تكون مثلا هي اصلا كتقدر تعطينا اعراض اللي عندها علاقه مع الجهاز الهضمي مثلا بعض الطرق ديال القلي. باش كما كنعرفوا في بعض الاحيان مثلا كاين القلي في واحد الحراره مرتفعه بواحد زيت اللي كيبقى نحضروا له ان احنا دائما عندنا تحفظ وعندنا من القلي ولكن فاش كيبقى نفس الزيت هو اللي كيتقلى فيه واحد المده زمنيه كبيره شحال الماء كيبقى معرض للحراره شحال ما الهضم ديالو كيكون عسير بزاف شحال الماء كذلك كيولد لينا مكونات اللي حتى هي كتقدر تسممنا في هذاك الوقت وتسممنا من بعد. وكما مهم ان احنا كذلك نشيروا الاعراض ديال التسمم اكيد
تفضل. الاعراض تقدر تكون تبدا بوجع في البطن ديالنا، تقدر حالات ديال التقيؤ، تقدر حالات ديال الاسهال، تقدر تمشي ابعد وتبدا حتى ارتفاع ديال الحراره. نعم، ديال درجه الحراره ديال الجسم. تقدر بعض المرات الانسان كيبدا تجيه الدوخه، على حاله ديال التسمم اللي غدا الحده ديالها كتزاد اللي كثيره بزاف، يقدر يمشي الله يحفظ في بعض الاحيان حتى للغيبوبه. نعم، بطبيعة الحال كان يعني كاينه من الناحية الكلينيكية كاين واحد مجموعة ديال العلامات كلينيكية اللي كتشير لنا للتسممات، وخاصة يعني هنا الخطورة كنقولوا راه هي خطيرة ملي كنلقاوها حالات ديال التسمم جماعي. وهنا نبغي نشير على ان التسممات الجماعيه، وكنبغيو نشيروا التسممات الجماعيه بتعمل ثلاثه الناس، جوج ثلاثه الناس تسموا لينا من نفس الوجبه، فهنايا راه خاصنا ضروري يعني التبليغ عنها. يعني نعم تماما، راه الناحيه الطبيه كما كنقولوا ديكلاراسيون اوبليغاتوار. اوبليغاتوار تماما تماما، يعني علاش؟ لانه دائما فاش كنلقاو تسممات جماعيه فهنا ضروري خاصو يتخذوا واحد الاجراءات تفاديا، لانه ربما كداروا اخطاء، ربما اللي خاصهم ضروري تكون واحد رده الفعل باش هاد الحويجات ما تعاودش مره اخرى. نعم طبيعة الحال هذه من مسؤوليات يعني المواطن، يعني اللي يشهد بحال هاد الحالات، يعني ملي تتكون تسمم جماعي كلتي ثلاثه ديال الناس يجب التبليغ، لان هنا كيكون شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، باش ما يكونش خطر على ناس اخرين يتعرضوا لنفس المشكل ديال التسمم. لا، هو واجب ديال المواطن اكيد اكيد، ولكن حتى مثلا حتى المعالجين، مثلا طبيب معالج تماما تماما التسمم جماعي، فهنايا هو داخل من بين الحويجات اللي ضروري خاصها تبلغ ديكلاراسيون اوبليغاتوار عفوا، اللي ضروري كتشار لي كتعلم بها السلطات المختصه، لانه ضروري هنا في هذه الحاله هذه خاصو يتخذوا اجراءات اللازمه في حق هذا. وكما ذكرتي راه حتى حنا نيت في بعض الاحيان كنقدروا، وخاصه كما ذكرتي دابا هذه ملي كنكونوا كنتحركوا خاصه في الصيف كتكون ذاك ديك كنكونوا مجرورين اتيغي باش ان احنا نذوقوا من هادي وحتى الوجبات ما كيبقاش صعيب باش تحافظ على النظام ديالها والنوعيه ديالها والكميه ديالها. كتولي باغي تاخذ كلاص، باغي تاخذ ساندويتش من عند هذا، يعني كتبدا عند خاصه هاد الحاجه كتكون عند الاطفال. ولكن ما ننساوش كذلك راه حتى حنا في بعض الاحيان اثناء التنقلات ديالنا كنقدروا نديروا اخطاء، مثلا هزينا هذيك لاكلاسيير ديالنا، درنا فيها مثلا مكونات غذائيه وديناها لينا. فهنا في بعض الاحيان كنديروا الخطا ديال ان احنا كنحضروا حويجات. هي كاين شي حويجات اللي الا حضرناها قبل راه دغيا كتعفن. نعم. نعطي مثلا بغيت نصوب واحد امتيت سالاد ولا واحد سلطه ديال مطيشه وبصله. فاش راه كنلاحظوا على ان غير كترتفع عليها شويه ديال الحراره الرائحه ديالها كتغير، الرائحه ديالها كتحمر. نعم. علاش؟ لانها كتعفن بواحد السرعه. هذا الشيء علاش كنصحوا الناس اللي غادي يتنقلوا بصله ومطيشه رائعين، وكيناسبوا حتى الموسم الموسم، وعندهم قيمه غذائيه رائعه. المطيشه راه كميه كبيره ديال الماء، فيها املاح رائعه، فيها مواد مضاده أكسدة، يعني راها. ولكن واش من الافضل اننا نتفاداوها دكتور؟ او لا، شنو كيفاش نديروها؟ ديروها مع مطيشه عاديه. نعم، يعني باقي ما مقطعه ما والو. ما مقطعه ما والو، نبغي وجا وقت التناول ديالها، وراه اسهل حاجه ديال تقطع ديالها هي مطيشه. نعم يعني بحال هاد الحويجات هادو دائما الا قررنا على ان احنا نتناولوهم على برا واحد الوسط، مثلا ديروا بحال بيكنيك ولا نخرجوا كعائله وتا وقت الماكله عاد تجبدوهم، نخليوهم مجموعين حتى تما كاين، راه ما كتطلبش منا واحد المجهود ولا واحد واحد معايا واحد الحويجات اللي هما كثار، كنقسموا قرضهم كيف ما قدرنا عليهم وكنتناولهم. وهنا كنتفاداو ان احنا نعرضوا ريوسنا للتسمم. كذلك مثلا بعض المرات كنلاحظوا
مثلا كنديو معنا لي صوص فهذا خطا اللي ما خصوش يدار او لا بعض المشتقات ديال الحليب فحتى هي راه كتعرض للتعفنات مثلا كنلاحظوا بعض الناس كيديو معاهم مثلا ولا كينقلوا مثلا بعض المشتقات ديال الحليب نذكر منهم بعض الياوغت مثلا وكيدهم كيقول لك ما راه بحكم على ان التاريخ ديال الصلاحيه ديالو راه باقي بعيد بعيد نعم ولكن هذا التاريخ ديال الصلاحيه ديالو راه واخد خاصو ياخذ بعين الاعتبار فين كان محفوظ تمام الا كنت حاطه مثلا تحت في مثلا في الشمس فراه المده ديال الصلاحيه ديالو تقدر ما تفوتش لنا نهار تماما نعم يعني هاد الحويجات ناخذهم بعين الاعتبار خاصه على ان ملي كنشوفوا التعفنات فراه اكثر التسممات عفوا اكثر تسممات كتكون الحليب مشتقات ديالو اللحم والمشتقات ديالو نعم يعني وبالتالي يعني هاد الحويجات هادو بالضبط يعني التنقيل ديالهم راه كيكون شويه شويه في خطوره في 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 خطوره وكيقدر يعرضنا للتسممات اذا في داك التنقيل ديالنا كنحاولوا ما امكن ان احنا ما نحضروش شي حاجه كثيره او لا شي حاجه اللي مخلطه مثلا بعض الاحيان كنقدروا نفكروا ان احنا نديو معنا الروز مثلا الروز فاش كيكون طيب او حتى المكرونه مزيان عندهم بجوجهم الروز اكثر احسن عنده قيمه غذائيه في مجموعه ديال المكونات بحال الخبز مثلا ولكن الا درنا فيه واحد الصلصه فهنايا خاصنا نعرفوا على ان التعفن ديالو غادي يكون بواحد الشكل كبير نحن بالاضافه للمكونات ديال الصلصه والمكونات ديال الروز ولا ديال المكرونه فحضرنا واحد الوسط مع الاشعه ديال الشمس درنا واحد الوسط كذلك اللي مناسب بزاف للبكتيريا والجراثيم نعم باش الجرثومات وبعض الجرثومات تتكاثر يعني من الاحسن كذلك على ان احنا بحكم ان هذا يوم اخترنا فيه هذا الوجبه خاصها تكون ملائمه يعني حتى الوجبه تكون ملائمه هذا اليوم ماشي بالضروري غادي ناكلوا بنفس الطريقه بنفس المقادير اللي حنا كناكلوهم في البيت تماماً. ديالنا اللهم الا كنا يلاه غنحضرنا تماما يعني هادو النصائح كيفاش اننا نستمتعوا بالعطله ديالنا يعني في بواحد الطريقه اللي هي سليمه ونحاولوا نحضروا ربما الأأمن أننا نحضروا هاد الأطباق هذه أو الماكلة ديالنا أحسن أنها تحضر ونشريوها ونوجدوها ربما في البلاصة اللي غادي ليها ولا الوجهة ديالنا كاين الاختيار كذلك حتى ديال المعلبات ديال الحويجات اللي كيكونوا مثلا ديال الطون هذا واش ممكن ما فيهاش خطورة ما فيهمش خطورة بطبيعة الحال لأن الطن المحافظة عليه هي خاصة أنه أصلا راه يعني مسدود عليه مزيان والتحضير ديالو كان كذلك حيت ربما أسهل حويجة للمحافظة عليهم هما هاد المعلبات خاصة ديال الأسماك كيسدوا عليهم إرميتيكمون باش ما تدخل حتى شي حاجة وكيرفعوا الدرجة ديال الحرارة ديالهم باش كيطفهم باش ما تبقاش فيهم جرثومات وبالتالي فاش ملي كنديوهم معنا وكنتناولوهم فراه ما نساوش على أنهم حتى هما عندهم واحد القيمة غذائية رائعة أكيد ذكرنا مثلا قبيله الروز مثلا نتخيلوا مثلا واحد شويه ديال الروز مع شويه ديال لما لا السردين وكل واحد على حسب الاختيار ديالو المعلبات فهنا قيمه غذائيه ممتازه ولكن الشرط كذلك يبقى هو ان احنا نتناولوه كامل يعني مش نتناولوه من واحد الكميه ونقولوا احنا غادي نخليوه من نوع لا خاصو يتناول كامل فحتى هو كتبدا ديك الكرونومتر كيبدا يدور يعني المده الزمنيه الفاصله ما بين الفتح ديالو والتعفن ديالو حتى هي تحت اشعه ديال الشمس حتى هي كتكون كتبدا واحد كدوز بواحد يعني غير نفتحوه خاصنا نستهلكوه بالكامل بطبيعه الحال خاصه ان احنا خارجين وبالتالي يعني نتفاداو على ان احنا نخليوه حتى لمن هنا واحد الساعه ولا ساعه ونص ونرجعوا نتناولوه لانه
كما ذكرت تهور فيه غالبا كيكونوا فيه مكونات اللي مناسبه تكون وتجمع البكتيريا والجراثيم باش تكاثر وتقدر تعرض لنا للتسممات. وللاسف التسممات كيف ما كان واحد الجمله التسممات كتسمم لنا اليوم ديالنا وفي بعض الاحيان العطله ديالنا يعني ملي كنتعرضوا للتسمم بعد اخطاء ربما حنا ارتكبناها كتولي الايام الاخرى ديالنا ديال العطله كامله مصاحبه بالتخوفات. نعم نعم. ودائما كنوليو ديما خايفين من هذاك التسمم، اي حاجه حسينا بها يكمل التسمم. وكما ذكرت خاصنا دائما نستحضروا على ان التسممات راه ماشي شي حاجه اللي هي سهله ولا بسيطه، ممكن انها تكون اغلب الاحيان كتكون بسيطه الحمد لله، ولكن ممكن انها توصل مراحل الخطوره. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني الاخصائي في التغذيه وفي الحميه بالدار البيضاء، والى الغد باذن الله.